السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل جيس المخدة، كسين المخدة والخدوديتين. ده معايا المتر و80 اللي احنا قصيناهم. احنا قصينا متر و80 لكيسين المخدة زي ما اتفقنا. بسم الله، اهو احنا بنمسك المزورة كده، قسنا متر و80، متر و50 اهي، وبعدين 30 سنتي، يبقى متر و80. احنا بقى عايزين ناخد جنب من هنا كده حوالي 27 سنتي عشان نعملهم الخدودية، واللي هيتفضل معانا هيبقى 90 سنتي. 90 سنتي، تمام. طيب انا المفروض ان انا همسك القماشتين كده على بعض من ناحية البورسل وهقصهم، وهقص حرفهم وبعدين اشق. بس انا عشان اللي لسه مش عارفة تتحكم في ان هي تقص قماشتين مع بعض، انا هسهل عليها الامر. هنمسك من هنا كده من ناحية البورسل كده ونقيس 90 سنتي. 90 سنتي نساوي القماش كده ونفتح فتحة صغيرة زي ما اتفقنا، وبعدين هنشق دلوقتي. معانا 90 سنتي وطولها متر و80، ده كده كيس مخدة. وبعدين هنيجي من ناحية البورسل من الناحية التانية نعمل نفس الخطوة، نقيس 90 سنتي ونقصهم 90 سنتي. اللي هيتفضل معانا خمسة وخمسين سنتي. هنمسك برضو القماش كده ونقصه ونشق كده. بتطلع القماشة ما تقلقيش خالص، لان القماشة بتطلع مظبوطة وما فيهاش اي مشكلة خالص. طول ما احنا بناخد في الجنب اللي مش فيه البرسل ما بنقلقش من القص. احنا نقلق من القص والبرسل كده واحنا هنشق كده من ناحية البرسل نقلق عشان هي هتورب معانا، لكن طول ما احنا البرسل على يميننا او على شمالنا ما بيحصلش حاجة، بنقص وما بيحصلش حاجة. هنقفل مع بعض كيس المخدة وبعدين نشوف احنا هنعمل الخدودية ازاي. انا هقفل كيس المخدة تاني للبنات المبتدئات اللي هم لسه ما يعرفوش يقفلوا، مع انه هو سهل جدا وما فيهوش حاجة. هو احنا بس مجرد ان احنا هنتني الحرف كده وبعدين نحط القماشتين على بعض كده، نحط الناحيتين على بعض كده، وبعدين نتني تانيتين كده ونخيط. هنا في برسل، انا ممكن اتني تانية واحدة لان هنا برسل، فممكن اتني تانية واحدة كده واروح عاملاها هوريها لكم ازاي. يلا نخيط بقى كسين المخدة وبعدين نبدأ في الخدوديات. دلوقتي احنا ممكن نقفل كيس المخدة بطريقتين. ممكن اتني القماش كده من حرفه وبعدين اقفل كيس المخدة، والعكس. انا هبدأ هنا هقفل كيس المخدة الاول وبعدين نتنيه. وبعدين في حاجة تاني، عندنا هنا ده قماش قطن العمرية، فالبرسل بتاعه سليم كده ما فيهوش شرشره من هنا كده. لما بيبقى المصريه او الثري دي بيبقى مشرشر من هنا كده، بضطر اتني تانيتين. لكن ده انا ممكن ما اتنيش تانيتين ولا حاجه، انا ممكن اعمله تانيه واحده، ممكن اعمله تانيه واحده كده نشوف هيبقى، او ممكن يتعمل تانيه واحده على اساس ان انا ادي وسع الكيس المخده شويه، عشان المخدات الفايبر بتبقى اوسع شويه عن المخدات القطن بتاعتنا بتاعت زمان. نبدأ كده نخيط بسم الله.
هو كيس المخدة سهل خالص، مفيش مشكلة خالص. بس هو عشان البنوتات الصغيرين اللي هما ما عندهمش فكرة خالص بالخياطة، كده اهو خياطة نظيفة وجميلة جدا، ما فيهاش اي حاجة خالص، نظيفة وجميلة وما ولا هيعمل اي حاجة، ومش محتاج اوفر خالص. نيجي بقى هنا على حرف المخدة ونتني تنيتين كده سنتي مثلا، باجي بدوس في الاخر كده شوية صغيرين كده عشان الخيط ما يطلعش. اهي تانية ما فيهاش اي حاجة، وبرضو من الناحية التانية هنعمل نفس الكلام. بس كده، وكده كيس المخدة اتخيط في اقل من 5 دقايق، كويس جدا واسع وحلو. يلا بقى نروح عشان نشوف احنا هنقص الخديدية ازاي ونقفلها. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنقفل مع بعض الخديديتين. احنا كنا اتفقنا ان احنا قطعنا قماشة كده 55 سنتي، واحنا بنقص في اول حلقة بتاعت الفيديو قصينا 55 سنتي، وبعدين قطعنا من كيسين المخدة الجزء ده كده برضو 55 سنتي. احنا هنعمل الجزء ده كده خدادية وهنعمل الجزء ده كده خدادية. هنقيس من الجزء ده كده عرضه 55، هنقيس منه 75 75، واللي هيطلع يعني هنقيس متر ونص ونقسمهم، نقيس كده متر ونص ونقسمهم، وبعدين هتتفضل حتة حوالي 30 سنتي دي اللي هنعملها القلاب، هناخد منها القلاب. ونيجي على القماشة بقى اللي احنا قطعناها اللي هي 55 سنتي، برضو انا بساوي البرسل كده مع بعضه كده، وبعدين بقيس 75 سنتي. هوية الخدادية بتصفي على 70 في 50، بس انا عشان بحب ادوس خط كده خارجي للخدودية فبعملها 75 سنتي. 75 كده انا بقى معايا وش وظهر الخدادية، وش وظهر تمام. وهقيس من دي برضو نفس الكلام 75 سنتي، وهبدأ اخد من دي جزء كده عشان اعمله، انا عايزة الحتة اللي تتفضل استفيد بيها، فانا هقيسها كده اعملها مربع، وبعدين هيتفضل الجزء ده كده كام، حوالي 27 سنتي، كويس يعني نخليها 25 كده ونعمل بيها القلاب.
كده ده القلاب اهو 75 و75 والقلاب بتاعه. طيب نبدأ نشتغل بقى في الخدادية دي، نركن دي دلوقتي. هناخد بقى ده الجزء اللي فاض من الديبيرة، انا مسكته قسمته نصين كده عشان اعمله للخديتين. احنا بقى ممكن نعمل حاجتين، احنا بنحط الجبيرة دي على اساس ان زي ما احنا عايزين، يعني في عايزين يعملوها في النص كده، لو انت حابة تعمليها في النص يبقى هتاخدي مقاس كده وتعلمي بالقلم زي الملاية. وممكن لو عايزين نعملها بالحرف بنقيس صباعين كده قيمة الخياطة كده ونحطها كده بصباعين، واحنا ماشيين نساوي على قد الصباعين. وممكن نعملها نبعدها شوية قيمة مثلا 4 صوابع كده، وبرضو واحنا ماشيين بنساوي بايدينا عشان تبقى متساوية في الاخر، ما تجيش في الاخر تتورب مننا. تمام، هنعملها كده ونركبها وبعدين نقفلها مع بعض ونشوف شكلها النهائي في الاخر. هبدأ اركبها كده، بسم الله، هساوي كده واعلم 4 صوابع كده زي ما اتفقنا، وبعدين ابدا اركب. بسم الله، وبعدين اساوي كده. هي سهلة وهتتعمل في دقايق بسيطة قوي قوي قوي. بسم الله، برضو بنساوي زي ما اتفقنا عشان دي كبيرة عريضة عشان ما تكلكعش من اي حتة. وبعدين نبدأ نقفلها سوا. طبعا احنا قفلنا الخدادية قبل كده مع بعض، هنقفلها برضو بنفس الطريقة. احنا بنجيب كده الوش كده وبعدين بنحط عليه الظهر كده ونخيط. بس انا عايزة اغير الخيط الاول عشان انا كنت حاطة الخيط الابيض عشان اتفقنا احنا في الخداديات اللي احنا عملناها قبل كده ان احنا بنحط الوش على الوش كده. هو السادة ما بيبقاش باين فيه وش من ظهر، فاحنا بنحط على الناحية اللي فيها الجبيرة دي نخليها من جوه ونبدأ نخيط كده. بسم الله، وبعدين من الناحية التانية نجيب الجزء اللي احنا عاملينه ده القلاب وبرضه نخيطه. نبدأ بقى نتني القلاب. وبعدين نتني الناحية التانية من الخدودية. وبعدين نقفلها بالطريقة دي.
نجيب كده ده على ده، بسم الله. وبعدين نقلب كده ونخيط ونعمل الكلام ده في الجنب التاني. ونحط الجنب ده كده اللي وبكده بنكون خلصنا الخضاديه. ممكن بقى حاجه من اتنين زي ما اتفقنا في كل خضاديه بنعملها، يا اما نعمل ده اوفر لو احنا مش عايزين نعمل خط من جوه نعمل ده اوفر، يا اما نعمل حاجه تانيه كده نقلب الخضاديه. وانا بصراحه بحب اعمل الموضوع ده عشان المنظر ده اصلا بيخلي الخضاديه بيبقى شكلها حلو عن ما تبقى ما فيهاش خياطه من بره كده. انا دايما كل الخضاديات بتاعتي او اغلبها يعني بعملها بدوس خط خارجي كده، الخط الخارجي ده من ناحيه بيثبت لي الخياطه ومن ناحيه بيخلي الخضاديه تبقى شكلها حلو كده. الخضاديه اهي كده، ابدا بقى انا امشي خط كده داخلي على بعد 1 سم كده تقريبا، او نزود او ننقص على حسب ما احنا عايزين. الجبيرة بتدخل في الإبرة في الدواسة. نساوي كده عشان ندوس على حاجة جوه ترجع معانا. طبعا احنا بنيجي في الاخر نكوي الطقم ده عشان هو لما هيتكوي شكله هيبان، عشان برضو الخياطه ما بتبقاش مظبوطه كده، لكن لما بيتكوي الطقم شكله بيختلف. انا عايزه ادوس بالراحه كده عشان الجبيره دي مخرمه. كده الخضاديه خلصت معايا اهي، شكلها جميل جدا. وبعدين هوريها لكم بقى في الصوره ان شاء الله لما اصور الطقم وهو مفروش على السرير، هيبقى حلو جدا جدا جدا. هو طقم شيك قوي بصراحه. وعلى فكره يعني قبل ما اقفل الفيديو ده انا بشكر ام جودي، لان ام جودي قناه جودي ستايل هي اللي جابت لي الحاجات ديت. انا لما لقيتها في السوق وبتقول ان انا ممكن اوصل لحد الحاجه اللي هو عايزها، انا طلبت منها شويه حاجات، وكان الطقم ده من ضمن الحاجات اللي انا طلبتها لان كان عجبني جدا وهي بتعمله. وجابت لي الحاجه دي كده وعملتها نفذت اهو، جميل جدا جدا جدا. انا بشكرها جدا على الحاجه اللي هي جابتها لي دي، لان هي طلعت نفس الحاجه اللي انا طلبتها وهي جابتها لي وباسعار كويسه جدا. ربنا يسعدها يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنوني بقى
تصوير الطقم ده لما تشوفوه هو كامل ان شاء الله، نصوره هو كامل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.